القيمه الماليه اللي هتدوها 7000 دينار ليبي فقط لا غير. الجلسة الحوارية لو قلنا مثلا مجموعة حتندار بعض الكلمات بتندار بحوار، واحد يسأل واحد يجاوب واحد كذا يقطع عليك سؤال. بالنسبة للأشياء اللي بنجيبوها اللي هي اللي تعبر عن مظاهر الفرح يعني زي الرايات وزي الإضاءة زي ممكن جميع لو فيه العدلية يعني كانت تقول.